السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل شكل بسيط جدا، عبارة عن شكل مثلا مبنى اسطواني وفي حاجة بتلف حواليه كده، زي مثلا برج القاهرة مثلا، حاجة زي كده. طيب هاجي هنا على الفايل وهقول له نيو وهقول له كونسبشوال ماس، وتقدر تختار الماس تحتك بالشكل دوت. وبعد كده هتقول له انا عايز ارسم اسطوانة اهيت السيركل دي، هقول له كرييت فورم، بيقول لي عايزها على شكل كورة ولا على شكل اسطوانة، فبقول له على شكل اسطوانة وابدأ ارسم بالشكل دوت. وبعد كده هو عملها على قطعتين بالشكل دوت، اقدر اعمل سيلكت واقول له قسمهم لي العدد كبير شوية، فهقول له بدل ما هما 12 خليهم مثلا 5، وهنا 5، فبيقسمهم لي على هيئة 5. طيب هنا هتلاقي ده أول صف، 1 2 3 4 5 6، لأن هو بيقسمهم، فاحنا عايزين نشوف بدايته ونهايته فين. طيب دلوقتي هعمل سيلكت مثلا على الجزء دوت، وهاجي هنا على سيرفيس وأقول له أنا عايز النوت، على أساس يبدأ يضيف لي نقط أقدر أتعامل معاها بالشكل دوت. طيب أنا عايز أرسم شكل يبدأ يلف كده، وبرضه شكل تاني يلف بالعكس وهكذا. فهقول له فايل واقول له انا عايز نيو فاميلي، ممكن تجيبها برضو من كونسبشوال ماس، وادخل هنا واقول له انا عايز الجينريك موديل اللي هو ادابتيف اوبن. طيب عايز ابدا اضيف النقط بتاعتي، اقول له هوت ضيف لي 1 2 3 4 5 6. طيب دلوقتي بقى هعمل سيلكت عليهم النقط ديت واقول له ميك ادابتيف، فيبدا يرقمهم لي زي ما انت شايف كده. طيب النقط ديت ممكن اقول له بعد كده انا عايز اخلي فيه سبي لاين بينهم، فاضيف لي السبي لاين بالشكل دوت. وزي ما قلنا الترتيب مهم. طيب that's it. طيب وبعد كده هقول له انا عايز ارسم مثلا على الجزئيه ديت، اقول له انا عايز ارسم سيركل بالشكل دوت. طيب هعمل سيلكت على السيركل وعلى الخط واقول له كرييت فورم، فيبدا يرسمه لي بالشكل دوت. طيب هقول له لود انت بروجكت، واختار الفاميلي اللي كنت شغال فيها واقول له اوكي، وابدا بقى اضيف الحاجه اللي انا عايزها، اول نقطه تاني نقطه ثالث نقطه ربع نقطة آخر نقطة، فيبدأ يظهر معايا بالشكل دوت. وتقدر تضيف مرة تانية وتالتة ورابعة وفي نفس الاتجاه وفي عكس الاتجاه زي ما انت عايز. في اي لحظة عايز تقول له انا عايز ارسم فاميلي جنريتيف موديل فاميلي، تختارها وتقول له كرييت انستنس، وتبدا بقى تختار. يعني ممكن تختار مثلا شكل عكسي اهو، بالشكل ده تقدر تكرر نفس العملية دي بحيث يطلع لك الشكل.